ده اللي حصل وده اللي بيحصل. رسالة بعلم الوصول النهاردة، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وصل رسالة مهمة جدا للنظام السيسي. مفاد الرسالة دي أنه رافض حملة هدم المقابر التاريخية. رسالة شجاعة في وقت سكت فيه الكثير، رسالة شجاعة في وقت كله سد ودانه وغم عينهم عن اللي بيحصل في المقابر الإسرائيلية. الحكاية أن الشيخ أحمد الطيب راح زار مسجد السيدة نفيسة تحديدا، وهو اللي بيحصل فيه هدم المقابر قريب منه في المنطقة بتاعته، وهناك أكد على أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزء من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية. وكتب البوست ده، كتب بيقول بالنص كده: يتفقد مسجد الشيخ الأزهر يتفقد مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات. وزير الأوقاف يرافق الشيخ الأزهر في جولة لتفقد مسجد السيدة نفيسة. زار فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر الشريف ظهر اليوم الاثنين مسجد السيدة نفيسة وتفقد المسجد بعد الانتهاء. وكان في استقبال الشيخ الأزهر السيد الدكتور محمد بختار جمعة وزير الأوقاف، حيث رافق الشيخ الأزهر داخل المسجد مستعرضا أعمال التطوير والتجديدات التي تمت في كل أركان المسجد. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزءا من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية. صفحة الأزهر نشرت صورة الحقيقة لزيارة شيخ الأزهر زي الصورة دي كده أهي، نصرت له صورة وهو بيزور مسجد السيدة نفيسة. الصور دي أو الصور دي يعني وهو بيزور المسجد، وده طبيعي. لكن هو الفكرة انه يعني ليه ما كانش معاهم اثناء الافتتاح بتاع التطوير؟ ربما عشان سلطان البهرة، ربما يعني ما اعرفش يا جماعة، بس ما كانش موجود. المهم يعني نشر الصورة دي، انما خدت بالك من اختيار الكلمات؟ شيخ الأزهر قال لك الأثار دي للحفاظ على الهوية المصرية، مش الهوية الإسلامية، الهوية المصرية. بيتكلم عن قضية وطنية تمس المسلم والمسيحي. أو شيخ الأزهر: الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية جزء من الهوية المصرية، يعني مش إسلامية. لأنه الحقيقة الحفاظ على الآثار الفرعونية مهم، الحفاظ على الآثار القبطية مهم، الحفاظ على الآثار اليهودية مهم، الحفاظ على الآثار الإسلامية مهم. كل ده شكل مصر، فأنت كمسلم لازم تحمي الآثار القبطية، لازم تحمي الكنائس التاريخية دي. الكنائس بشكل عام لازم تحميها لأن ده دار عبادة، لكن الكنائس التاريخية اللي شكلت جزء من تاريخ مصر لازم تحافظ عليها جدا جدا. أي أثر قبطي ده جزء من هويتنا، أي أثر يهودي ده جزء من هويتنا. طيب، رفض هدم المقابر التاريخية ومحو التراث المصري بيزداد الحقيقة، وانضم للرفض ده هيئات اجتماعية وأحزاب وشخصيات زي الجراف ده كده، هيئات اجتماعية وأحزاب بتنضم للفكرة دي عشان تدين مسلسل التعدي على جبنات القاهرة التاريخية. الخبر اللي جنبي ده بيقول ايه؟ بس انا مش شايفه انهم موقفين في بعض. طمس ازالة من بعض مقابر الامام ومصادر الهدم توقف امام الضغط. كويس، برافو عليك، برافو عليك. شالوا هم كلمة ازالة اللي كانت مكتوبة على المقابر، شالوها وبيقول لك الهدم توقف امام الضغط. حلو. الحقيقة ان المقابر دي مش مجرد جبانات، دي وثيقة من الثقافة وتاريخ مصر والتراث المصري، زي اللي كتبه الأستاذ الصحفي أنور الهواري، اللي كتب بيقول انه الجبرتي ولد سنة 1167 هجريا، يعني 1754، وتاريخه بدأ يتناول الأحداث بالتفاصيل من مطلع القرن 12 الهجري والربع الأخير من القرن 17 ميلادي. وبلوغ الوعي والنضج وامتلاك أدوات الرصد التاريخي اكتملت مع الربع الأخير من القرن 18،
وشغله واستمر حتى اكتمال الربع الأول من القرن 19، يعني نصف فترة حكم محمد علي، يعني بالتقريب اشتغل على 150 سنة عاش وشاهد وعايش منها 50 سنة. طب والمئة الأخرى عمل فيها إيه؟ يقول رجعنا إلى النقل من أفواه المشايخ المسنين وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين، وما اتناقش على أحجار تراب المقبورين، وذلك من أوائل القرن إلى السبعين، يعني من 1100 إلى 1170. والمعنى المستفاد أن الجبانات والقرافات والمقابر مصدر مهم من مصادر التاريخ. ثم مات سنة 1825 ميلاديا وترك أعظم شهادة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. لأجل هذا نعتبر المقابر وثائق مفتوحة وجزء من ثقافتنا الحية وتاريخنا النابض وتراثنا الذي يعيش فينا ونعيش فيه. والله والوطن والحقيقة من وراء القصد، والأمل معقود على ضمير الشعب ووعيه وثقافته.